وزي ما كريم قال كده يعني احنا كلنا سعداء بهذا الانجاز والتغيير كمان الملحوظ في الفنيات وفي الاداء. لكن دايما احنا برضو هنرجع نقولها منتخب مصر كرة اليد يمكن البعض بيجيبه على طول في المرتبة بعد كرة القدم، اللي هي الرياضة الجماعية الثانية بعد كرة القدم على طول، اللي بتلقى استحسان وبتلقى كمان اهتمام إلى حد كبير، ويمكن مؤخرا بشكل أكبر. يمكن حضرتك برضو تقول لنا أيام حضرتك كان الوضع إزاي في التغطية الإعلامية والاهتمام، لكن مؤخرا زي ما بتقال كده أبطالنا هم اللي بيفرضوا نفسهم على الساحة. عندنا أبطال كتيرة جدا من أندية مختلفة قدروا ان هم يحققوا حاجات كتيره جدا. يمكن بطوله 2021 كمان كانت فيها اختلاف الى حد ما، وشفنا قد ايه المنتخب بتاعنا برضو كان بيحارب للنقاط الاخيره او الفرص الاخيره. هل بنتكلم دلوقتي مع كرواتيا وبعد كمان المغرب والفوز اللي لحد دلوقتي المنتخب محققه، نقدر نقول ان احنا كده ماشيين خطوات سليمه؟ خليني اعرف من حضرتك برضو رؤيتك يعني كابتن ياسر في البدايه قبل ما نخش في التفاصيل. بصي، هو احنا الاتحاد اليد من زمن، من قبليه حتى وقبل جيلي، حط قاعده. القاعده دي احنا ماشيين عليها بقالنا فتره، ما بتتغيرش حتى لو كان في تغيير في رؤساء الاتحاد، فاحنا ماشيين عليها بنكمل. حطينا اهداف واشتغلنا عليها، ويمكن احنا واخدين بطوله العالم للناشئين، واخدين الفريق الاول حقق مركز رابع، وكنا من السبع العظماء في على مستوى العالم. الاتحاد الحمد لله حاطط حتى قواعد استثنائيه ان احنا نوصل اللي احنا فيه دلوقتي. حط مثلا كره باتنين من بره، الكلام ده مش موجود، احنا اللي عاملينه بس في الاتحاد المصري. لعبه مصغره المانتومان، لما احنا لقينا احنا في الدفاع مش كويسين، بدا يحط قواعد للدفاع وطريقه دفاع. فبدانا ان احنا نلعب بالطرق دي لغايه ما وصلنا اللي احنا فيه. هنيجي نبص على كاس العالم اللي احنا فيه، واحنا دلوقتي اصبحنا من الثمانيه الاوائل، يعني ما بنقلش عن كده، بقى لنا حوالي سنين على هذا الكلام. بنطمع ان احنا دايما ان احنا ناخد ميداليه. بالظبط. ان شاء الله الميداليه جايه في المشوار اللي جاي باذن الله. مش بنقول انها ممكن تتحقق السنه دي، لكن جايه. احنا بنوصل وبنطلع من المربع، يمكن ما حصلناش الحظ في كاس العالم اللي كان على ارضنا، لكن انا شايفه السنه دي. حتى كان الاتحاد حاطط النظام دوت، عامل الدوري بتاعنا اللي هو بتطلع متقسمه رايح جاي او رايح، وبتطلع بناطق. كاس العالم السنه دي فعلا انت بتلعب الماتشات تحت ضغط وبتطلع بالبناط بتاعتك. ده اللي خلى حضرتك شايف ان هيكون من الصعب ان الميداليات اللي جايه تيجي السنه دي؟ ممكن تيجي السنه دي برغم ان احنا ماشيين زي الفل حتى هذه اللحظه. بص، ولا اللي جاي اقوى ولا اللي جاي اصعب ولا ايه؟ اللي جاي اقوى واللي جاي اصعب طبعا، ان كل شويه الهاندبول بيحصل فيها تطور، اللعبه بتتسرع كل سنه، الاتحاد الدولي بيحط قوانين. بس انا شايف ان رغم ان احنا عندنا نواقص كتير مؤثرة علينا، زي يحيى خالد طبعا، أحمد الأحمر والطيار وعصام الطيار، دول من العناصر الخبرة الكويسين. أحمد الأحمر اعتزل طبعا دوليا، يحيى خالد رباط الصليب إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة، وعصام أعتقد إن هو كان فيه إصابة بس ما اتاخدش المرة دي. رغم كده ان عندك في قطاع الناشئين مطلع جزء كبير قوي بيلعب السنه في الدوره بتاعت كاس العالم السنه دي. انا شايف لا، ان في تطور وفي جيل بيسلم جيل على طول، وده اللي احنا الاتحاد ماشي عليه. جميل. بالنسبه بقى نرجع لكاس العالم بتاع اللي احنا مقيم 23، احنا عندنا حاجتين. ان المجموعه بتاعتنا كرواتيا، امريكا، المغرب، المغرب كرواتيا المغرب لعبنا اول مباراه كرواتيا، وكانت هنقول صدمه سعيده ان انت تكسب كرواتيا. انت لعبت كرواتيا في البطولات اللي فاتت كلها،
كل المقابلات المباشره اللي كانت بيننا كانت خساره، مره واحده بس كانت تعادل، مفاجاه ان احنا نكسب ومكسب كويس.